أعزائي الكرام، كنعتذر على هذه الغيبة الطويلة لظروف القاهرة. اليوم غنديكم معايا لمدينة الريصاني، مركز تأسيس الدولة العلوية الشريفة. مدينة صغيرة تقع جنوب شرق المملكة في قلب مدينة سجل ماسة التاريخية، وعلى بعد حوالي 25 كيلومتر من مدينة أرفود، وتابعة لإقليم الرشيدية. فما غاديش نقوي عليكم، غادي نتطرق لثلاثة الحوايج اللي اكتشفتها شخصيا بمدينة الريصاني. رقم واحد، المدفونة الفيلالية واللي كتعتبر البيتزا ديال التفيلات والأكلة الأكثر شعبية بالمنطقة، ومازال محافظة على أصلتها إلى اليوم. المدفونة هي عبارة عن خبزة كبيرة محشوة بلحم البقري والكيدي واللوز والبيض والجوز والتمر والتوابل، هادشي كامل كيدخل الفرن التقليدي أو الفرن هادشي، تحضيرها مع طيابها كياخد حوالي ساعتين، وزيدوا معها واحد البرد ديال أتاي وردوا عليا الخبر بالصحة والراحة نعمس. رقم جوج، تمر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بيت لا تمر فيه جياع أهله. تمر غنية بمعادن عديدة، غنذكر منها البروتينات، المغنيسيوم، النحاس، المنغنيز، فوسفور، البوتاسيوم والكالسيوم. والمغرب كيتوفر على حوالي 16 نوع من أجود أنواع التمر، متمركزة في ثلاثة ديال الجهات: ورزازات، طاطا وتفيلات، وكيحتل المرتبة السابعة في العالم من حيث الإنتاج. أشهر الأنواع غنوجدو الخلط، الفقوس، بوزكري، الجهل، إكلان، بوستحمي والمجهول. ودابا في نظركم شنو هو الرقم ثلاثة؟ السلام عليكم خوت، كي دايرين؟ بخيرين. اليوم فلوق جديد، انا في مدينة الريصاني. هنا كما شفتوا الوقاية المدنية، وهنايا السوق. اليوم نهار الحد، دونك بحال قلتوا اليوم السوق اسبوعي، ومعايا واحد الصديق اللي دائما وقت ما جيت الريصاني كنشوفو هو محمد دينو. السلام عليكم محمد، اليوم فين غتدينا؟ قلت لي بانه كاين شي بلان هنا في السوق. اليوم راه كاين السوق ديال الريصاني تافيلات، وكاين واحد العشاء اللي هو السيو ديالو العربي العشاء، اللي معروف هنايا. ايه معروف، سي ديال العشاء، وداك الشيء ديال العشاء كاين ما يتقضى عنده؟ لا كاين ما يتقضى. صافي نمشيو نشوفو السي العربي اشنو عنده. تابعونا ما تزبيوش، يلا دموع يلا. مرحبا بك. السلام عليكم، كي داير؟ لاباس عليك؟ بلاتي انا جاي عندك، انا جاي عندك، انا جاي عندك. بخير مرحبا. بقى تما. كي داير سي عربي؟ لاباس عليك؟ بخير؟ كلشي مزيان؟ صحيحة. حنا راه ضياف عندك هو السي ياسين والسي عزيز. سي ياسين مرحبا بك. وانا عزيز مرحبا بك. من جديدة. الراجل الزين مرحبا بك، ومرحبا بالناس الجديدة، ومرحبا بالناس الجديدة. هذه الخطة ديال أتاي الشريف العالم. داكور. الخطة ديال أتاي كتكون من كامون صوفي، كتكون من المانتا، كتكون من بابونج، كتكون من سامية، كتكون من فليو، كتكون من الريحان، كتكون من تريحان، كتكون عاوتاني من الخزامة البلدية، كتكون عاوتاني من الباديانة، كتكون من جمال هذاك من العلك، العلك البلدي. هادو كاع كتكون خلطة، كتكون من العصفور. هادي كتكون خلطة مزيانة على مزيان، مزيانة كما كنقول عاوتاني على حسب اللي كان عنده البولة، أو اللي كان عنده كما كنقولوا الحرق ديال الكلاوي، هذا مزياني. وكتنسب منهم أتاي، حيت هما دونك هما مزيانين، ما فيهم أعشاب سخان وفيهم أعشاب باردين، وفيهم على حسب القياس، كنديروا على حسب القياس، كل عشبة كنديروا القياس ديالها. أرى لي دونك عاوتاني هادو مزيانين، بحال كما كنقول عاوتاني اللي كتلقاه عندو البرد حتى في الداس ديالو كاملة، هادو مزيانين كيكونوا خلطة بحال هكذا. كنبداو كما كنقولوا كهكا من سالمية، من بابونج، من كل شيء هكا كتكون خلطة، وأنت كتشوف الخلطات كي غادي يكملوا. ومرحبا بالإخوان، مرحبا بهم، ومرحبا بالناس. دابا هذا السير العربي، دابا هذا التخليطة هذه شحال فيها؟ شحال كدير هذه؟ هذه الخلطة هذه كطيح هكا ب 50 درهم، كطيح ب 40 درهم، كل واحد والمقدار ديالو. حنا كنمشيو على قياس المسكين، كل واحد وشنو بغى. كاين اللي بغى قياس 10 درهم، كاين اللي بغى 5 درهم وبغى يعمر بالريد ديال أتاي. حنا ما كنتشرطوش على الوجه، غير حنا اللي قلنا شي حاجة كنصاوبوها أنا وأنت الله وخوتنا. ومرحبا بالجميع كامل. لوريجين ديال هذه السي العربي منين؟ لوريجين هذه أخويا من هنا، كاينين الخلطة هي هذه من الريصاني. هو هاك بلاصة أخرى ما غاديش تطلع لك بحال هكذا، وما غاديش تصاوبها بحال هكا. بحال الشكل ديال المدفونة. بحال الشكل ديال المدفونة. مدفونة هو. مرحبا. هادشي زين السي العربي. الله يزين حالك الحبيب، مرحبا بك. عندنا الكليان. أيوة. السي عزيز. مرحبا. السي عزيز السلام عليكم. أنا عارفك بأنه إنسان كريم. خاص ضروري جديدة كاع كنا تدوق من باروك ياك السي عزيز. أشنو خديتي أنت السي عزيز؟ هاد التخليطة. أنت التخليطة. واش عاودوا لك عليها؟ عندك شي فكرة مسبقة عليها؟ أنت الأول قلتي لي عليها وجبتيني عند السي العربي هذا.
هذا السيد الكريم الله يعمر دار كبر بينا كما الناس ديال الناس كما الناس ديال الريصاني كاع كاملين. سياسيين انت كنتي مجرب واقيلا شرح لي الاحساس ديالك. واحد الوقت عند السلعه والتخليطه اللي ديتها وتنرجع باش ندي منها ثاني مره اخرى. وصلني الى كاع الناس داك اللي كديتهم الباروف قال لك اودي الا كنت عاود راجع عافاك لما جيبنا معاك ثاني ذهب. هادشي كامل هادشي كامل ديالك. ايوا سيدي سيدي مرحبا. كاين عاوتاني بحال هكا عاوتاني كاين عاوتاني ماسكات كاين بحال الصابون البلدي كاين هكا. ولكن هادو واش دي برودوي واش ديال لوكال؟ البرودوي هذا كاين ديالنا كاينين اللي راه حنا مصاوبينهم ديالنا كاينين كنصاوبوهم بحال ديالنا. كاين بحال هكا بلاتي بلاتي السي عزيز مرحبا كاين بحال هكا ماسكات كنصاوبوهم ديالنا. هذه هي الشعونية ديالنا فهمت السمية بكل شيء هذا ديال النيلة هذا بالنيلة الصحراوية مزيان عاوتاني على حساب اللي بغيتي. ولكن النيلة الصحراوية هو الصحراء ديال هنا ولا الصحراء التحتانية؟ الصحراء ديال التحتانية ولكن هي حنا راه بلادنا راه زينة راه عندنا شحال من الصحراء تبارك الله. لحقاش حيت تما كاين المعدن ديالها ماشي هنا. داكور فهمت بحال هكذا وكاين عاوتاني الصابو البلدي بحال الصابو البلدي حتى هو صابو هكا كاين صابون البلدي بحال هكا حتى هادو شحال كيديروا هاد البواطات السي العربي؟ البواطات كيديروا 10 دراهم دي ديالهم بحال هكا الماسك كيدير 15 دراهم والصابون كيدير 10 دراهم والموسوط بعدين بيع راه الصحراء فين راك اسيدي مرحبا بك. بارك الله فيك. مرحبا بك. بارك الله فيك. الله يبارك فيك. اش من بلاصه اخرى انت فيها؟ حنا في جديده. جديده. بلاد السمك. هذاك بلاد السمك. خويا سعد. بلاد الحوت بارك الله فيك. خويا سعد. اشي بلا غنطلع لهنا غنجيب لك معايا حوت ها. خويا سعد. فين هو فين هو فين هو محمد؟ خويا سعد خويا سعد. قول له قول له واش غنجيبها له ولا لا؟ خويا سعد. نعم اخويا. انا داك عاوتاني معروف على العالم السعدي هو داك على ديال سعيد هو هذاك ديال على ديال ديال زيد عاود ديال الشعب. شنو هو هذاك السيد راه هذاك هذا السيد هذا هذاك اللي راه معك معروف على السعيد العالمي. ما كاينش اللي ما يعرفوش اللي تقول له اللي عاوتاني معروف. ايوا سيدي تا هو مرحبا به معنا. تا هو مرحبا به معنا. الناس تعرف معاهم راه ولاد الدار البيضاء. بارك الله فيك بارك الله. تبارك الله عليك. انا قلت لك انا المره الجايه زياره الماجيه حوتها على حسابي ان شاء الله. شكرا بزاف سي عزيز دائما سي تان بليزير باش نشوفوك معنا. قول قول ياسين 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 باش ياسين باش كنختموا الفيديو. اي ياسين ياسين بلاتي 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 خلي عزيز يقول هني. لا سير قول انت مساخن غير كيضحك ولكن ما جابهاش لاصقه. نعطيو فرصه اخرى حنا بعدا عجبنا الحال. وانتوما وانتوما شنو بان لكم؟ واخا سي عروب ندوزو عليك ندوزو عليك اسيدي ما كاين مشكل. المهم بغيت نشهد واحد الشهاده ديال الحق في الحق ديال هاد الناس ديال الريصاني اطيب خلق الله يعني شي ناس اللي ما يمكنش. وانا كندعوكم كاملين انكم تزوروا هاد المدينه وانكم تختلطوا بهاد الناس. هاد الفيديو كنهديه للسي محمد الصديق ديالي الوفي في مدينه الريصاني. وكما العاده غادي نختم الفيديو بالجمله ديالي الشهيره حنا بعدا عجبني الحال في الريصاني ولكن نتوما شنو بان لكم؟